السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد في سوبر ماما. فيديو النهاردة هنكمل فيه مع بعض مشترياتي من ايكيا الجزء الثاني. اشتريت بقى حاجات للمطبخ في تخفيضات ايكيا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نشوف اشتريت ايه وهوريكم طريقتي في استخدام كل ديكور هستخدمه بطريقتي ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو. حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله. هفرجكم على مشترياتي من ايكيا الجزء الثاني. وانا كنت عامله قبل كده مشترياتي من ايكيا الجزء الاول، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس. وكنت عامله جوله في ايكيا، كنت مفرجاكم على كل المنتجات اللي موجوده في ايكيا بالتخفيضات بتاعتها. في تخفيضات حلوه جدا هناك، تخفيضات كانت بمناسبه عيد الام وبمناسبه رمضان، ففي تخفيضات حلوه قوي. وانا اشتريت كذا حاجه منها، قلت لا مش هينفع افوت التخفيضات دي من غير ما اجيب الحاجات اللي انا كان نفسي فيها. يلا بينا نشوف اشتريت ايه، وهسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو بتاع الجوله في الديسكريبشن بوكس، يا ريت تتفرجوا عليها، هيعجبكم جدا كانكم رحتوا ايكيا بالظبط. عشان لو حابين تشتروا اونلاين او كده تبقوا انتوا شايفين، وفي الفتره دي في الشحن مجانا على الاونلاين، يعني لو حابه تشتري فانت ممكن تشوفي الجوله وتشوفي المنتجات الموجوده عندهم على الطبيعه. انا موريكي كل منتج وحجمه قد ايه والاشكال الموجوده والالوان، فانت تشوفي الفيديو بتاع الجوله وان شاء الله يعجبكم وتقدروا تختاروا. وانا كمان عامله لكم فيديوهين مشتريات الحاجات اللي عجبتني وكان نفسي فيها، يعني ان شاء الله تعرفي تستقري يعني وتختاري انت عايزه ايه من هيك. يلا بينا نبدا الفيديو واوريكم انا كل حاجه عندي هستخدمها ازاي. بصوا انا جبت دي بصراحة عجبتني جدا وسعرها حلو قوي، دي ب19 جنيه. انا جايبة منها اتنين، جبت منها اتنين وكنت جايبة منها واحدة الفيديو اللي فات، عم بقى معايا منها تلاتة، دي ب19 جنيه. هوريكم انا برضو بستخدمها ازاي. والشمع ده، الشمع ده بالتوت وبالفراولة، بالتوت ودي دي بالفراولة ودي بالتوت، اهي هما بيبقوا مع بعض في باكج كده كلهم مع بعض، هما 30 قطعة ب79 جنيه او 69 جنيه. انا برضو عاملها لكم في الجوله، هاكد لكم سعر الشمع ده. انا جايبه منها فردتهم كده عشان تشوفوا شكلهم حلو ازاي. بصوا بقى الورد ده، ده الورد، الورده البينك دي من ايكيا، انا جبت منها اتنين، هي الواحده ب29 جنيه، دي ما كانش عليها خصم قوي يعني بسعرها زي ما هو، دي ب29 جنيه. والوردة البيضة دي برضو من هناك، دي ب19 جنيه. والورد الابيض ده، ده برضو انا شارياه بس طبعا مش زي بتاع ايكيا، بتاع ايكيا هو الفرق بينه تحس ان هو طبيعي اكتر. دي الوردة بتاعتي اللي انا جايباها ودي الوردة بتاعت ايكيا. هوريكم دلوقتي هنظبط الورد ده كله ازاي مع بعض. وجبت الشمع ده، دول بيبقوا اربعة مع بعض ب50 جنيه، يبقوا اربعة مع بعض ب50 جنيه. عايزة اوريكم بس هستخدمه ازاي، بس خليها في اخر الفيديو، اقول لكم بس اسعار المنتجات وايه الحاجات اللي نشتها وبعد كده اوريكم هستخدمها ازاي. بصوا ده، ده حامل شموع كده، الواحدة كانت ب9 جنيه، بصراحة خامتها حلوة جدا وتحفة، تحفة جدا يعني، تقيلة والخامة بتاعتها حلوة قوي يعني. بصي انا جبت منها اتنين، طبعا بتستخدميها زي ما انا حاطة فيها الشمعة كده يبقى شكلها حلو جدا اهي. اهم شايفينهم،
طول كده انا جبت منهم 2. جبت بقى الكوبايات دي، الكوبايات دي حلوة جدا وكبيرة وتقيلة، خامتها تقيلة قوي يعني. بصي اهي وصناعة في روسيا، دي برضو كان عليها خصم، جبتها جبت الواحدة كانت ب21 جنيه، جبت منها 2 اللي هو اللون اللبن دوت اللي هو او التركويز شوية، ده حلو قوي. كان في منها اللون البينك بس انا حسيت ان اللبني شكله عجبني اكتر، كمان لاقي معايا مع مع المكان عندي يعني. ودول جبت منهم 2 الشفافة، كوباية المية الشفافة دي جبت منها 2، حلوة قوي اهي، تقيلة كده وحلوة وينفع تنفع في المية والعصير وكذا حاجة يعني. جبت الفازة دي، دي انا جبت منها 2، جبت يعني في مشتريات الفيديو اللي فات، وجبت واحدة تاني دي بقى ب50 جنيه، حلوة قوي شكلها حلو، هحطها بطريقة عندي كده في ال يعني، في واحدة استخدمها في الريسبشن وواحدة استخدمها في اوضة النوم عندي، فعجباني قوي. وجبت ده ديسبنسر الصابون دوت كان ب19 جنيه، حلو قوي وسعره رخيص وخامته حلوة جدا. بصي اهو بتفتح كده تستخدميه بقى، حلو جدا انا عجبني، فجبت منه 2، واحد للمطبخ واحد للحمام. والفوزة دي ب25 جنيه، طبعا انتوا عارفينها حلوة قوي، كيوت كده رقيقة يعني. بصوا اهي تقدري تحطيها في ال تحطيها عندك في المطبخ او تحطيها في اي مكان كده، بتبقى شكلها حلو جدا يعني بتدي شكل رقيق قوي اهي. بصوا شكلها حلو جدا، وده بقى اكتر حاجة كانت عجباني وكان نفسي فيها جدا اهو، ده حامي المناديل، ده شكله بيبقى حلو قوي في الديكور. بص هو من تحت فيه 4 كاوتش كده عشان ايه، عشان تمسك في الازاز ما يقعدش ما يتقلبش او يقع او كده، وكمان ما يجرحش الازاز عشان هو معدن، الخامة بتاعته معدن. ده يا جماعة انا جبته ب58 جنيه، شايفين شكله حلو قوي، حتى لو ما استخدمتوش بالمناديل ممكن تستخدميه كده لوحده يعني كديكور، شكله شيك قوي وشكله حلو. يلا بقى اوريكم انا هستخدم دي ازاي. دي انتي ممكن تحطي فيها شمعة كده وتبقى شكلها حلو برضو اهي، بس انا هوريكم انا جايبة الشمع ده ليه واستخدمته ازاي. عارفين يا جماعة الملح الخشن ده بتجيه من عند العطار، انا هوريكي هعمل بيه ديكور ازاي دلوقتي. مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، انا بس مش عايزه ابهدل الدنيا بيه، هو اوريدي بهدل الدنيا خلاص. عشان كده انا خليته اخر الفيديو عشان عارفه ان هو هيبهدل الدنيا. مش عارفه باين معاكم في الفيديو ولا لا البهدله اللي انا فيها. الملح بهدلها لي. بصوا اهي انا كده حطيته هنا، بتحطيه كده في بتحطيه هنا، بتوزعي الملح هنا كويس كده. انا عايزه اقول لكم فوائد الملح، الملح الخشن ده اللي بتجيبيه عند العطار ايه، بس ثانيه واحده بس، يعني هو شكله حلو في الديكور كمان وكمان ايه ليه فوائد برضو يعني، بيسحب الطاقه السلبيه الموجوده في البيت، بيبقى حلو جدا. بصوا انا بقى احط الشمعه دي كده هنا
شايفين شكلها؟ اهو شايفين شكل الملح الخشن ده انا عملته ازاي؟ ده شكل حلو قوي وشكله رقيق جدا، يعني بصي كأنك حاطه صخر كده او حاطه احجار، شكله حلو قوي ورخيص جدا، يعني ممكن تجيبي يعني ب5 جنيه ولا حاجه من عند العطار هيديكي حبه كتير قوي. اهو شايفين شكلهم؟ قولي رأيكم. وفي برضو من الشمع ده الاحمر هيبقى حلو جدا، يعني بصي لو انا مثلا مش عايزه احط الشمعه دي ممكن احط الحمراء دي اهي، بس شكلها حلو ازاي، ولما تشغليها كمان بتبقى تحفه اهي. دي كده الفكره اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها، فكره رخيصه جدا وحلوه، بتدي بتفرق في الديكور جدا. بس كده يعني انتي ممكن تحطي الشمع دوت كده لوحده، او ممكن تحطيه زي ما انا يعني، شوفوا اني قولي لي انهي شكل احلى، وهي كده في الابيض ولا وهي فيها الشمعة الحمراء، يعني قولي لي انهي اللي شكله احلى. تمام، يعني اكتبولي في الكومنتات انهي اللي عجبتكم اكتر. والفازة دي برضو بنحط لها وردة، اختاروا معايا عشان انا محتارة مش عارفة احط فيها انهي واحدة، احط فيها الوردة البينك دي كده ولا احط فيها الوردة، يعني ممكن احط فيها 2 بينك كده، ثانية واحدة هوريكم، 2 بينك كده اهو، ولا احط فيها اللي هي واحدة بيضة كده، او دي مثلا مش عارفة، اختاروا معايا قوليلي احط فيها انهي وردة. وبرضو كنت عايزة اوريكم حاجة، دي كنت شاريها في المشتريات المرة اللي فاتت اهي، انا عايزة اسيب لكم اللينك بقى بتاع الفيديو اتفرجوا عليه، وكل التفاصيل هتعجبكم ان شاء الله. دي برضو كنت شاريها من المرة اللي فاتت، شكلها حلو ومستخدمها في الديكور. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واكون كنت خفيفة كده عليكم وجمعت لكم شوية مشتريات حلوة وبس كده. ما تنسوش تشجعوني باللايك وتعملوا اشتراك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا لي حابين تشوفوا ايه في الكومنتات، او رأيكم في المشتريات بتاعتي، او افكار تانية احسن من الافكار بتاعتي، يعني لو عندكم اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.